وأما تفصيل الآية فإن الله يقول إن الذين آمنوا، والمراد آمنوا بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والذين هادوا، لما سموا يهود؟ قال بعض العلماء لأنهم قالوا إنا هدنا إليك، بمعنى تبنى. ومنهم من قال إنهم سموا يهود نسبة إلى يهوذا. والعرب، هذا سار في كلامها، إذا عربت الكلمة يعني نقلتها من الأعجمية إلى العربية لا بد أن تغير في حروفها، لا بد أن تغير في حروفها. فابن يعقوب اسمه يهوذا بالذاء، لكن في المعرب يقال له يهودا، يقال له يهودا. مثلا الآن نسمع نحن في الغرب يسمون يوحنا، يوحنا ما أصلها عندنا؟ يحيى. يسمون ديفيد، ما يقابلها عندنا؟ داود. واضح الآن؟ فهذا داود تعريب لديفيد، ويوحنا ويحيى تعريب لمن؟ ليوحنا. ويهود تعريب ليهوذا، وموسى تعريب لموشى، وهكذا. التعريب لابد أن يغير العربي في شيء من الأحرف، إما تقديم أو تأخير أو تبديل بحرف مقارب. فهذا قول من يقول إنهم يعودون إلى يهوذا. لما يهوذا من دون أبناء يعقوب؟ هذا يطرح سؤالا. من يأخذ هذا المنحى يقول إن بعد نبي الله سليمان اختلف بنو إسرائيل إلى مملكتين، مملكة بقيت في أورشليم نفس ديار سليمان عليه السلام، وكان هذا الحكم لابن ربحام، وله غلام جيد اسمه نياط، له ولد اسمه ريعام أو ربعام. هذا ابن الغلام حكم لكن في مكان آخر. فقالوا بعد أخذ وعطاء وحروب أصبح جل من يتبع هذه المملكة من نسل يهوذا، فغلبوا فسموا جميعا يهود. يعني تخريج لبعض العلماء قد يصيب قد يخطي، لأن لا يوجد دليل محسوس يمكن الاعتماد عليه. يعني هذه منقولات تاريخية، من ينتصر لها، هناك فرق أخرى لا تنتصر لها. فهذا معنى قول الله إن الذين آمنوا والذين هادوا. ثم قال جل وعلا والنصارى. فاليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، وكما اختلف في سبب تسمية اليهود باليهود اختلف في تسمية النصارى بالنصارى. فقيل أنهم قالوا كما قال الله عز وجل، قال الحواريون نحن أنصار الله، وهذا أقرب. وقال آخرون إنهم فاءوا إلى بلدة يقال لها الناصرة فسموا باسمها، وقيل غير ذلك. واختلفوا حتى في نصارى ما مفردها. قال بعضهم نصراني وبعضهم قال نصران، وهذا ذهب إليه إمام النحاة سيبويه، يقول سكارى مفردها سكران، وكذلك نصارى مفردها نصران عنده، والمؤنث يقال له نصران، وبعض أهل العلم يخالفه. لكن يعني بحمد الله إذا قيل اليهود والنصارى لا يحتاج الناس إلى مزيد معرفة لغوية في الأمر، يتضح الأمر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. الصابئين اختلف فيها اختلاف كثير، لكن في لغة العرب مثلا تكون في بيتك ثم تخرج يقولون خرج فلان من بيته. الآن نحن في مجمع، لو هذا المجمع يعني قوم يستمعون إلى رجل، فأحدكم مثلا أخ وليد أراد أن يخرج خرج، فلا تقول العرب ما تقول خرج من القوم، تقول انسل من القوم. ربنا يقول قد يعلم الله الذي يتسللون منكم، يعني يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ثم يخرج، فلا يقال خرج يقال انسل. فإذا خرج الإنسان من دين إلى دين العرب تقول صبأ، تقول صبأ. المسلمون لما أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان القرشيون يقولون لهم؟ صباه، ويقولون صبأ فلان يا صابئ، يقصدون أنه خرج من دينهم عبادة الأوثان إلى دين الإسلام. هذا من حيث المفردة لغويا، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا اختلافا كثيرا في المراد بالصابئة، في قول الله عز وجل هنا والنصارى والصابئين. منهم من ذهب أنهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، لكنهم يقولون إن الله أجل من أن يعبد مباشرة، فنحن نعبد الكواكب تعظيما لله. وبعضهم قال إنهم يجعلون قبلتهم نحو الجنوب، وبعضهم قال إنهم يعبدون الملائكة. يعني لا تجد شيئا يمكن أن يعتمد عليه.
وبعضهم قال إنهم فرقة من فرق النصارى، وبعضهم من قال إنهم فرقة ما بين اليهودية والنصرانية. وفي كتاب النكت والعيون، النكت والعيون كتاب قيم في ذكر الأقوال بالماوردي رحمه